إليكم تفاصيل الأخبار. تمكن السلطات مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة تهريب 51 هاتف آيفون بقيمة 700,000 جنيه، وبتفتيش الحقائب لم يحصر بداخلها على شيء، فتم تفتيشه ذاتيا وعثر بين طيات ملابسي على الكمية المضبوطة من الهواتف المحمولة في ملابسي الداخلية. جاهزة جاهزة يا بتوع الجمارك، قولولي في السكة إيش معنى الملابس الداخلية، بأستك ولا بدكة؟ بندعي للراجل يعدي من الشدة. إيش معنى حط تليفونات، أصله خايف على العدة. ملابس داخلية وفيها تليفونات يا بيه، إيش معنى؟ طب لو التليفون رن مين هيرد عليه؟ فتشوا الراجل في كل حتة. إيش معنى يا لهوي؟ لا 51 عدة.